بسم الله الرحمن الرحيم. توقعات الأبراج ليوم الحد 24 سبتمبر أيلول 2023. القمر في برج الجدي والبداية مع برج الحمل. لا تكسر المطالب أيها الحمل، وتجنب الاعتماد، وابتعد عن أي تحديات، وهدئ من روعك وتمهل كي لا تضيع على نفسك الفرص المهمة. تجنب الكلام الجارح، باستطاعتك التفوق والانتصار شرط التحلي بالصبر، وشرط انك تتحمل المسؤولية، لانه بيخيم التوتر وممكن تشعر بالتعب او بالقلق. طباعك متقلبة، حاذر اختلاق المشاكل، حاول ان تسعى لايجاد الحلول، حاول الا تؤزم الاوضاع على جميع الاوجه والمحاور، فقد تحرز تقدما كبيرا او انتصارا لكنها الفترة صعبة. فانت ما تجيش في الوقت الصعب وتختلق المشاكل، لا تخالف الرأي العام، الفترة مشحونة نوعا ما، فقد تستلم عملا جديدا او منصبا مهما. برج الثور، لا تتشبث بمواقف متطلبة، بل كن مرنا ومبتسما وناقش بدبلوماسية وبليونة، تكلم وعبر عن رأيك بجرأة، تكلم وعبر عن رأيك بثقة، تطمئن خواطرك وترتاح إلى سير الأمور وتتوصل لحلول مميزة. هناك سفر، هناك عقد أو تعامل مع ناس جدد، لا ترفض، لعب دور بارز، بل وسع دائرة تحركاتك وبادر إلى الاتصال واللقاء، لأنك سوف تفرح لخبر صار أو نتيجة. هناك وقت مؤيد للسفر، هناك مؤتمر، ممكن تحصل على فرصة ثمينة لإحراز تقدم أو انتصار، فلا تضيع على نفسك الفرص، وابذل قصارى جهدك، لأنك ممكن ترى في خوض التجارب الجديدة الخير كله. برج الجوزاء، كن حريصا على تلطيف الجو، تأكد من المعطيات قبل التوقيع على أي عقد أو مشروع. هناك شعور بالإرهاق، ممكن تهتم لمساعدة الآخرين، لكن عليك أن تنظم الوقت جيدا تفاديا للإهمال أو التقصير. تحضر للقاء أو تسعى لتسوية، باستطاعتك إيجاد حلول مرضية لمختلف الأطراف، ولكن ممكن أنك أنت تضطر للتراجع بعض الشيء عن موقفك. عالج الأمور بموضوعية وحنكة وحكمة وتجرد، استشر أهل الاختصاص قبل التوقيع على أي عقد. كن حريصا يا عزيزي على تلطيف الأجواء، تأكد من المعطيات قبل الدخول في أي مشروع أو أي اتفاقية أو أي عقد، لأنه بيتغير الوضع لصالحك، بس بشرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض. برج السرطان، تكون على موعد مع لقاء مهم، وربما تضطر للتعامل مع جهات متصارعة أو متنافسة فيما بينهم، أو تناضل من أجل قضية صعبة. من أصعب أيام الشهر وأقلها حظا، فلا تجازف كي تنجح لقاءاتك. يتوجب عليك التحلي بالهدوء والمرونة والدبلوماسية. خصمك قوي من أقل أيام الشهر حظوظا، أنصحك باقتناء سبيكة زحل. برج الأسد، باكر إلى عملك وتكيف مع الجديد، وتكيف مع كل ما هو طارئ، لا تعرض نفسك للإرهاق. نظم وقتك ونظم عملك ونظم أولوياتك لكي تتحول معظم مسؤولياتك لوحدتك، فتكسر الأعباء ويتعدل جدول الأعمال. خصص أوقاتا كافية للأعمال اليومية أو الروتينية، وحاذر من بعض التراجع الصحي. هناك انشغالات، هناك إرهاق. طبعا كل ما كثرت الأعمال بقى في مكافآت، وبقى في تقدير، وبقى في نجاحات. يعني الأعمال الكتيرة بترهقك صحيا، ولكن عندك نجاح وإنجازات، فلا تلتهي بالأعمال الثانوية لأن الوقت ضيق. برج العذراء، قد تكون على موعد مع الانفراجات، قد تكون على موعد مع النجاحات، فالأوضاع تتحسن وتنقشع السماء، قد تتلقى إشارة إيجابية، وقد تجد ظروف مؤاتية لكي تتقرب من الآخرين. تشعر بالتحرر وبالطريق أمامك مفتوح، وتحقق آمالا قديمة
كنت تريد أن تحصل وتتوصل إلى نتائج أو تسمع أخبار إيجابية، فنسبق الآخرين في التقاط الفرص من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظوظا. لا تسمح لنفسك بالإنجراف وراء انفعالاتك أو عصبيتك، لأنك ممكن تنشغل بحل مسألة شخصية وربما تقلق حول أحد الأحباء لوضع مالي وتطمح في الوصول إليه. برج الميزان، قد تسمع بخبر يتعلق بشخص ما، تجنب المشاكل، تجنب المتاعب، أعصابك متوترة، مزاجك متقلب، احترس ولا تسبب لنفسك النفور. هناك حنين إلى العيلة، حنين إلى الوطن، تتذمر من ضغوط عائلية منزلية شخصية، ممكن تتعسر خطواتك، ممكن تميل إلى المزاجية وممكن تميل للتشاؤم. الجو ضاغط نسبيا وربما تحمل ظروف مش سلبية ومش إيجابية، تكون طباعك متقلبة ويصعب التفاهم معك. تجنب إلقاء اللوم على الأحباء، تجنب الكلام الجارح مع الشريك، ابحث عن الهدوء، ابحث عن السلام. هناك سفر. برج العقرب، بتكسر الانشغالات وتكسر الالتزامات الملحة والمستعجلة، لا ترتبك ولا تشوه سمعتك، باستطاعتك إنجاز جميع واجباتك وأعمالك بنجاح، بس بشرط أعصاب باردة، ممارسة، حوار، نقاش مفتوح، بتقوى نسبة نجاحك يا عزيزي وتشتد عزيمتك، وقد تنقلب المعطيات من تلقاء نفسها لصالحك. بتتميز بقوة الأفكار، تتميز بالقدرة على الإقناع، وممكن تنجح في طرح مشاريعك. ناقش بثقة، ناقش بمرونة، ناقش بحرية تامة، لا ترضخ لشروط لا تعجبك ولا ترضخ لشروط تعجيزية. تلتفت لمسائل عائلية أو اجتماعية في محيطك القريب، هناك امتحان أو رحلة. برج القوس، بتدفع مبلغ من المال لتصليحات منزلية، لتسديد أقساط، لتسديد ديون، لا تتسرع في إعلان الموافقة على مشروع يتطلب منك توظيف أموال. اليوم لا ترتكب المواقف الدقيقة، اثبت جدارتك في موقعك المتقدم، لأنك ممكن تعالج إرباك مادي وممكن تنجح في التوفيق بين مختلف المواضيع المطروحة. حذر يا عزيزي من المبالغة في المصاريف، حذر من المبالغة أو شهوة الصرف، لا تتردد ببعض التضحيات. بتهتم لشؤون مالية، بتناقش قرض أو قسط أو دين يتوجب عليك دفعه، لا تماطل. برج الجدي، تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبير مع وجود القمر في برجك، فأنت صادق رائد في حقل اختصاصك، بتتسارع الأحداث وتتلاحق مع بعضها، ربما تتحقق لك أمنيات، ممكن تتلقى نتيجة كنت تنتظرها أو تسعى إليها، تتطور الأحداث بشكل سريع وإيجابي. مع وجود القمر في برجك بتطمئن خواطرك، مع وجود القمر في برجك بترتاح لسير الأمور، بتملك القدرة على تجاوز العقبات والمطبات، حتى المطبات الصناعية. عندك مرحلة جديدة بترتفع فيها معنوياتك ويتعزز الشعور بالقوة وبالحماس، ويسهل عليك متابعة مشاريعك ويسهل عليك الانطلاق بفكرة جديدة. كن جريء لأنك بتستعيد موقع وترى الأمور من منظار إيجابي وموضوعي من أكثر أيام الشهر حظوظا. برج الدلو، لا تتذمر، تجنب حسم أي أمر، تجنب اتخاذ أي قرار مصيري، حاذر من الفوضى، حاذر من البلبلة، حاذر من سوء التفاهم. الفترة فارغة من الطاقة، بتسود الرتابة وتكون الأجواء بطيئة ومخيبة، فكن صبورا، تشعر بالراحة، تشعر بالركود التام من أسوأ أيام الشهر وأقلها حزن. أنا أنصحك إن ما تبدأش أي بداية مهمة في حياتك، اعمل الحاجات الروتينية بس، روح الشغل، تعالى من الشغل، كل، اشرب، نام، الحاجة اللي بتعملها كل يوم، لأن ما الطاقة شحيحة أساسا في اليوم ده. أنت بقى تعمل إيه؟ تفكر فقط، تخطط
فقط لكل ما هو قادم، لا تستعجل الأمور عشان ما تفشلش في أمورك. أما برج الحوت بتحمل الفترة تضامنا، بتحمل الفترة توافقا نسبيا، ركز كل طاقتك أيها الحوت وسابر ولا تستسلم، حيث تستعيد حماستك وتنهمك بإدخال تعديلات أو تغيرات على مظهرك وعلى لبسك سواء لك أو للشريك. فترة مناسبة للانضمام إلى نادي أو جمعية أو تجمع أو حفل لتنهي حالة الضجر وتفرح بجانب أصدقائك وحبايبك. بيحمل لك هذا اليوم مساعدة لم تكن تتوقعها. لا تبقي نفسك ساكنا بل كثف تحركاتك، فالأجواء الهواجس بتتبدد وبتتبخر. كن متفائلا، اسعى للنجاح من كل قلبك. هناك انفراج قد تجد تسوية وحلا، وذلك عن طريق الحوار والنقاش والتفاوض. سعدت بصحبتكم، خالص تحياتي لكم، وإلى اللقاء مع توقعات الغد إن شاء الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.